ما المعنوية لأشقائنا في المغرب، إن شاء الله باللطف عليهم، إن شاء الله ربي يرحم موتاهم، إن شاء الله شفاء عاجلا للجرحى. سنبدأ حصتنا اليوم بالبطولة الإفريقية للأمم بمصر الكرة الطائرة، لكن قبل هذا نرحب بثنائي التحليل في انتظار التحاق أيمن هواني. سعليه النابلي، مرحبا بك سعليه. وبيك أكثر، بارك الله فيك سيلابي، وشكرا على الاستضافة وتحية ليك والفريق المصاحب ليك. نصيف البياوي، مرحبا بك نصيف. أهلا وسهلا أخوي لبيب، بارك الله فيك على الاستضافة، رحب بيك وبسي علي وبالإخوان اللي في الاستوديو، وإن شاء الله تكون حصة مميزة. أول مرة أنت في استوديو خمسة؟ استوديو نبيل أول مرة، أول مرة في الإذاعة الوطنية. إن شاء الله مش آخر مرة. إن شاء الله مش آخر مرة. إن شاء الله إن شاء الله. متعود. أتشرف بالحضور معكم. مرحبا بك، الشرف لينا. طبعا بعد قبل ما نبدأ والتحليل، كل واحد يعطي بإيجاز السي في نتاعو، لأنه فما برشا ممكن ما يعرفش نصيف البياوي، علي النابلي، على الأقل ننعش الذاكرة ونخليهم شوية يتبعوا ويعرفوا مع شكون قاعدين نحللوا في المقابلات، وأيضا فرصة للجميع لاكتشاف هالزوز أسماء. والحمد لله الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية كانت وراء اكتشاف العديد والعديد من المحللين والفنيين. إذا إلى القاهرة مباشرة مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية هادي جبنياني. هادي مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك لبيب، تحية لتعلي والكوتش نصيف، ومساء الخير لكل المستمعين والمشاهدين للإذاعة الوطنية التونسية. خسرنا اللقب الإفريقي بعد ثلاثة تتويجات متتالية، بارح مباراة قوية، سمعتك تبارك الله وانت تعلق، انا قلت خسرنا رمز البطولة ولكن ربحنا معلق وموفد مبعوث الإذاعة التونسية الذي تألق بكل صراحة، مش على خاطر ولدنا وإلا صاحبنا وإلا زميلنا، برافو على الخدمة الكبيرة اللي قمت بها الهادي. رمز البطولة انت باش ترجع به، رمز البطولة، بطولة التغطية الإذاعية. به شنو هي اسباب تفضل هادي. قبل كل شيء يعطيك الصحة والشكر على واجب لبيب، ولكن وجعة كبيرة حقيقة ومرارة، خيبة أمل، حسرة، إخفاق، فشل، المصطلحات هذه الكل تمشي معنا البارح للأسف، خاصة مع نقطة المباراة. المنتخب الكاميروني بسرعة الأولاد يعني بتأثر غادروا القاعة، الأمور ما مشيتش البارح حقيقة. الشوط الأول كنا بالكدا ماشيين ربحنا به، حابين نأكدوا بالشوط الثاني، ثم استفاق المنتخب الكامروني، صلح في إرساله في استقباله، ضربته الهجومية كانت أقوى منا. احنا الحق ما عملناش راهو ماتش كارثي، ماتش محترم، مشينا مليح في الاستقبال، ما وجعناش بلغة كرة الطائرة، افتقدنا لمهاجم وحده يعني يضرب الكرة بالقوي يعني ويقوي الحس في الصالة. حمزة النقا البارح يعني كان خارج عن العمل، يعني ماهوش نهاره، ما مشاش جمله، كتفه ما كانش سخون. خسرنا احمد القاضي، قيمه ثابته، لاعب خبره على مستوى الصد في الشبكه، وما ادراك ما قيمه النقاط بجدار الصد. البارح تضرب عنده انتورس، حتى غدا مش باش يلعب ماتش كلاسمون ضد المغرب، نقولوا له ان شاء الله لاباس. حاولنا بادخال اليس القرموصلي، ايضا الياس البارح مخه ماهوش راكز، يعني الدخله نتاعو ما كانتش، كانت دون المأمول، خطا في الاستقبال في الهجوم الارسال. يعني البارح خليني نقول المخ ما جاوبش برشا الاولاد، ولو انه يعني قدمنا مباراه ماهيش كارثيه، لكن ما نقصوش الميريت نتاع المنتخب الكامروني حقيقه. المنتخب هذايا البارح كما قلت يعني، وزاد نقطه وجعتني برشا لبيب، كترى جمهور الكامرون، هي الصاله ماهيش كبيره، كترى تقريبا 40 محب من الكامرون، انا سالت عليهم شويه، هما الطلاب يقراوهوني الحس اللي عملوه، يعني حتى كي يقلبوا الاشواط يقلبوا مع البنك، هما يبدوا يدوروا البنك ويغنيوا ويشجعوا، هذا راهو عنده قيمه، صحيح من لاعبين عندهم خبره يجيريو، لكن امبارح ما عندناش الجمهور، ما فيش رغم اللي عندنا برشا فنانين في مصر خاصه هاديه، ما عندناش البارح، عندنا جالي عندنا ما عندناش كلمه باهيه هذه بعد باش نحكيو عليها. بالنسبه لمنتخب كره القدم والجمهور الافتراضي للمنتخب، هوني زاد ما نعرفش نتفائل، يعني السفاره انا حسب ما عندي معلومه السفاره تنجم هي يعني هوني نسق. تكلم شويه وتعلم صحيح ولا وتنسق وتوفر ربما حفلات يعني يجيو يتفرجوا. انا قلت بالكش في الدور الاول المنافسه ما كانتش صعيبه، تو بعد يجيو يعني انطلاقا من الكامرون
وما جاوش وما لقيتش الجمهور. لا لا جي وكانت اهلنا للدوره النهائي هذه، انا ناكد لك يكونوا فما 20 25، تعرفش علاش؟ خاطر الكاميرا باش يكونوا موجودين، العدسات تاع المصورين موجودين، باش ينجموا يعملوا شويه سيلفيات ويظهروا رواحهم اللي هم موجودين. جمهور مناسبات الجمهور التونسي للاسف الشديد. خساره على كل باش ما نطولش. انا سمعتك البارح في نقلك للمباراه، صدقني مع كل نقطه كاميرونيه في بالي الجمهور المصري هو اللي شجع في الكاميرون باش يتفادانا في الدور نصف النهائي، هاك انت قلت لي هو جمهور كاميروني، خاطر ما سمعتش برشا ولكن سمعت لقطات من المباراه. كاميرون يعني جايين حتى يعني بآلة موسيقيه جايين، يعني بموزيكا، يعني حفلوها بلغتنا احنا، حفلوها عطاو لوك وعطاو يعني عطاونا السق اخر نتاع المباراه. كنشوف الصيحه نتاعهم انت والدربوات يعني ظاهره ناس محضره وجايه باش تشجع منتخبهم فرحهم وتاهل الى الدور النصفي. حتى بعد كي كنشوف يعني الاحتراف من اللاعبيه طلعوا لهم المدارج وتصوروا معاهم وهبطوا معاهم للقاع، يعني حاجه كانت مزيانه. باهي الانسحاب هذايا المبكر لبيبه كان عنده تأثير على حظوظ المنتخب الوطني التونسي في التأهل للألعاب الأولمبية باريس 2024؟ بطبيعة الحال وهي تسمعوا احنا توضيح هام جدا من عند المدير الفني بسام الفوراتي باش يفهموا أكثر المسألة هذه. فريق برك من كل كونتينون باش يمشي للالعاب الاولمبيه، ان شاء الله احنا في الرانكينج نتاعنا ما نكونوش بعاد برشا، خاطر سيرتو بعد الخساره مع الكاميرون باش نجمو نكونوا احنا في الصداره نتاع القاره الافريقيه. ثم عندنا بطوله اللي مستير في طوكيو 8 جمعيات، ان شاء الله نكونوا خذينا درس من بطوله افريقيا هذه، ما لازمناش نهزموا مع اللي اقل منا في الترتيب نتاعنا، نجم نحسنوا الترتيب العالمي نتاعنا، وعندنا الفريق المصري زاد ان شاء الله نكونوا احنا معاه باش نواجهوا مواجهه مباشره. حسابين كيفاش نفهموها، كيفاش طريقه الترشح للالعاب الاولمبيه سي بس؟ هو العاب يزمك تكون انت الاولاني في الترتيب العالمي على افريقيا، ان شاء الله نكون واحنا موجودين الاولاني في افريقيا، وتعرف حلم اي لاعب ولا اي مسؤول باش يمشي للالعاب الاولمبيه، خاطر ما تجيش ديما العمليه هذه، وذولي احنا في طوكيو مشينا احنا للالعاب الجماعيه الوحيده، انا نقول ان شاء الله نمشوا اكثر من لعبه جماعيه في باريس 2024، وان شاء الله نكون واحنا موجودين ان شاء الله. يعني تاهل الباريس يبدا بثلاثه مجموعات، باش تلعب مجموعه في اليابان اللي هي احنا، مجموعه في الصين، ومجموعه في البرازيل هكا، كل مجموعه تضم 6 منتخبات. صحيح، لكن زاد ما تنساش حاجة الترتيب العالمي توا بعد نهاية بطولة افريقيا، كيفاش باش يكون، شكون باش يكون بطل افريقيا؟ لو احنا بيني وبين مصر ما عندناش برشا، امبارح خسرنا 8 نقاط في الترتيب العالمي، ان شاء الله احنا نحافظوا على الترتيب نتاعنا، ما نطيحوش برشا، وان شاء الله في الدورة الترشيحية اللي مش تكون في اليابان، نكونوا احنا مستعدين خير ونحضروا ونعطيوا نتيجة خير من اللي عملناها البارح. يعني من جهة أخرى باش حظوظنا تقوى، لازم المنتخب المصري ما يفوز بطولة افريقيا ولا ما يكملش في الأدوار المتقدمة هذه. مفيد بعد عندك باش تلعب أنت مواجهة مباشرة مع المنتخب المصري في طوكيو. معناتها هذه حاجه هامه برشا، وعندك زاد منتخبات اللي اقل منك في الترتيب العالمي لازمك زاد تفوز عليهم، ان شاء الله ربي يوفقنا، ان شاء الله نكونوا موفقين ان شاء الله. يظل هذا ملخص لحظوظ المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله باش يترشح للالعاب الاولمبيه من عند بسام الفوراتي المدير الفني للجامعه اللي مازال لبيب، وانه ان شاء الله غدوه باش نلعبوا ماتش كلاسمون من المركز الخامس للمرتبه الثامنه مع المنتخب المغربي ماضي ساعه بتوقيت تونس، وتقعد لنا مباراه ترتيبيه اخيره كان نربح ان شاء الله غدوه المغرب باش نواجهوا الفائز بين تشاد ورواندا، وكان الله لا يقدر خسرنا باش نلعبوا ضد المنهزم بين تشاد ورواندا. ايضا نذكرك غدوه مقابلات الدوري النصف النهائي، مصر في مواجهه الكاميرون، وايضا الجزائر في مواجهه المنتخب الليبي. نظن الكاميرون بعد الفوز على تونس اصبح قريب من اللقب اللي خسروا في زوز مناسبات متتاليه ضد المنتخب التونسي. هو الكاميرون لبيب يعني حقيقة بعد ما خسر ضد ليبيا بلغتنا احنا يعني الدرس اللي خذاه صلح برشا امور، يعني ماتش ليبيا هو دخله في المنافسة. المنتخب الكامروني خسره وقدم نسخة سيئة جدا من اللعب نتاعه، صلح ضدنا احنا وتوا المعنويات مرتفعة. مصر البارح احنا غلطنا ماتش ليبيا والكامرون، هذه هما صلحوا، نحن غلطنا الماتش نتاع الكامرون وليبيا، استسهلنا الكامرون. لا مش استسهلنا احنا اللي غلطنا لبيب، ان السق اللي جينا نتاع المقابلات نتاع الدور الاول 4 مقابلات بنفس النسق ضعيف وغيب النسق مع تشاد مع مالي مع تنزانيا، وايضا هذا موجود في كل البطولات الافريقيه تقريبا، موجود في كل البطولات الافريقيه. يعني احنا ديما بالديمي فينال في الهوند ولا في الفولي نبدا الامور الجديه الصحيحه، معنا مش غريب علينا. معنا احنا البارح عملنا على الاكسبيريونس نتاع الاولاد الحق، خاطر اغلبيتهم ابطال افريقيا باستثناء اسامه بن رمضان اللي هو البارح اسامه كان احسن لاعب، ومحمد علي بن عثمان اول مشاركه لي اسامه بن رمضان في بطوله افريقيا. اما هاني قلت لك ربما يعني الاولاد يعني يرخوا على بكري خاصه في الشوط الثاني
في الفرق كان كبير برشا على مستوى النقاط، وحمزه النجا اللي حقيقه يعني كنا معاملين عليه برشا ما كانش البارح، ما كان كتفه يعني وماهوش في الفورمه نتاعو اللي في القراموسي كيف كيف، واحمد القاضي خلى بلاص. شكرا لك، شكرا شاء الله لاباس، شكرا لك. تفضل آخر حاجة. لو تسمح حبيت نقول لك انا موجود حاليا في المحطه رقم 2 منتخبنا الوطني التونسي الشاه لكره القدم، بعد شويه ديجا ريت العضو الجامعي ابراهيم عبيد تخلى الملاعبيه، اعتقد الطائره حطت بتاع المنتخب اللي باش ينزل الان على متن رحله عاديه، ثم باش يتوجه للمقر النزل باش يقوم بحصه ازاله ارهاق، غدوه يدرب ونهار الثلاثاء يلعب المقابله الوديه ضد المنتخب المصري. ان شاء الله بعد في نشراتنا الرياضيه الاذاعه الوطنيه اذاعه الشباب الاذاعه التونسيه عموما نسمعوا تصريحات الاطار الفني او اللاعبين. هادي تبارك الله عليك، يعطيك الصحه. من الكره الطائره تحلق الى مطار القاهره للمنتخب الوطني التونسي الكبير. انا باش نعطيك فكره اخرى، كانت نجم تاخذ استجواب على الطائره، احنا موجودين نتواصلوا عبر الميسنجر ويطلبوك وما فما حتى مشكلة. هذه ما نعرفش إذا كانت نجم، إذا كان ما تنجمش ما فما حتى مشكلة، قمت بالواجب وأكثر. يعطيك الصحة. شكرا نبي، شكرا لك. هذه يعطيك الصحة. إذا سعلي نصيف المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة يغادر منذ الدور الربع النهائي ضد المنتخب الكاميروني اللي فزنا عليه في زوز أدوار نهائية متتالية 2019 في تونس وقتها في المنزة في القبة، هذا القبة ما عادش موجودة، لا عاد عندنا اللقب ولا عاد عندنا القبة، 3-2 وربحناه أيضا في نسخة 2021 3 شوط مقابل شوط. وكأني بالرياضات الجماعية تتراجع في تونس، كرة السلة فين كنا، فين أصبحنا، كنا بطل فريق تو السنوات معناها عامنا والسنين ماناش موجودين، كرة اليد كملنا آخر نسخة للبطولة الإفريقية في المرتبة الرابعة. ما هي أسباب تراجع الرياضات الجماعية في تونس خاصة في السنتين الأخيرتين؟ أول حاجة هي للأسف انسحاب أو عدم ترشح حاليا للمنتخب الطائر، هذا يعطي عنوان اللي كونه الرياضة متاعنا مريضة، وهذه مش وليدة اليوم، عندها سنين، يعني عندنا سنين وإحنا نعانيه في المرض هذا وما لقيناش العلاج ليه. إلى متى باش ناخذ الدروس؟ ناخذ كل مره نقولوا هذا ناخذ منها درس، ناخذ منها درس، لكن الدروس راهي ما تجي الا لما نفتحوا الملفات ونحطوا على الصباع على الجرح ونقولوا لهنا الداء ونلقاو له الدواء. احنا ما عملناش هذا وما ناش قاعدين نعملوا في هذا في حتى رياضه من الرياضات، حتى اذا كان بعدين باش نتكلموا على كره القدم نفس الشيء. نفس الشيء، احنا خسرنا من الدور الربع النهائي في النصف. بالتالي احنا الرياضه نتاعنا مريضه ويلزمها علاج عميق ومدروس ومسؤول. ان شاء الله هذا باش يكون المسؤول بدرجه اولى. اعطيني رتب لي، عمل لي ترتيب يعني. بالطبيعه هم بالدرجه الاولى هم الجامعات، هم المسؤولين. معناها المسؤولين هم ومن بعدهم وزاره الاشراف. يعني هي مسؤولة على الكلام هذا، ولهذا لازم كل واحد يتحمل مسؤوليته ويراجع السياسة اللي قاعدين ماشيين فيها بالنسبة للرياضة متاعنا الجماعية. احنا نقول الحمد لله على الأقل شيء في الألعاب الفردية قاعدين نحققوا نتائج، لكن علاش ما ناخذوش العبرة من الرياضات الفردية اللي هي قاعدين تعطينا في دروس، ونتعظوا من هذايا ونغير المشي متاعنا ونغير المنوال العمل اللي قاعدين نخدموا به. نجم نجاوبك سعلي؟ تفضل. وجهة نظر معناها انا توش ننزع جبة المنشط وخليني نحكي معك. تعرف علاش متألقين في الرياضات الفردية؟ صحيح شوية جامعات وشوية وزارة، اما على خاطر كل واحد يضرب على روحه. صحيح. على خاطر كل واحد من رحم المعاناة. انت صحيح. تشوف اغلبية المتوجين عالميا ولا اولمبيا كونوا رواحهم بالواحهم. صحيح. تحدوا الصعوبات، ناقصين فلوس، ناقصين تشجيعات، وصلوا بينما الجماعيه كل واحد يزمو يعاون صاحبه ومجموعه والمجموعه تفتقر لبرشا حاجات. انت قلت الجامعات، لان وزاره الشباب والرياضه زادت في الميزانيات نتاع الجامعات الرياضيه ولا نقصت في السنوات الاخيره؟ لان الجامعات نتاعنا قاعد توصل لها الفلوس في وقتها والا لا؟ قاعدين يقوموا بالتربصات الخارجيه والا لا؟ هاول هنا السؤال المطروح. ولو انك انت اعطيت ترتيب نحترمه، قلت للجامعات ثم الوزاره. انا هاني قلت لك باش نولي كمحلل معاك، انا نقول الوزاره ثم الجامعات. لا علاش نقول لك الجامعات؟ انا اذا كان انت تفرض عليا او تعطيني او تقص لي الجوانح نتاعي وتقول لي اخدم، ما نخدمش، ما نجمش نعرف الراي البيضاء نحلوهم. لا ما نقبلش وضعيه سيئه وبعدين نتحمل المسؤوليه فيها. هي هذه المشكله، معناتها مشكلتنا كونه نحب نقعد على كرسي
باش نزين الكرسي كما قلت مكري نعمل سيلفي نعمل تصويرة لكن ما نعملش تصويرة وأنا فارغ نعمل تصويرة وأنا مليان لما نقعد على كرسي نملاه ونتحمل مسؤولية فيه قبلت مسؤولية في الجامعة يتحمل مسؤوليتك كاملة وإلا تنسحب ما تقبلش وضعية بعدين أنت باش تكون طرف فيها سيئة وهذا هو علاش نحمل مسؤولية للجامعات لأنك أنت لما دخلت للمكتب الجامعي نتاع أي جامعة كانت باش تحمل مسؤولية فيها وتكون فعال لكن ما تكونش معناتها عبارة على تعبي في كرسي بالفارغ نصيب معي ولا معاه والله الحقيقة أنا باش نكون أكثر موضوعي في التحليل شو معناها نحن مزوز مش موضوعيين لا موضوعيين جدا لكن فما برشا غيرة وبرشا عاطفة في معناها في الكلام متاعكم من حبكم للبلاد هذه من حبكم للوطن للرياضات إلى آخره خاصة أنكم معناها ما شاء الله عليكم عندكم خبرة عشتوا نجاحات كبيرة في الرياضات التونسية وعندكم القدرة أنكم تعملوا مقارنة ما بين الماضي القريب والحاضر حاضر. أنا شو نقول؟ نقول أول حاجة ساعة بالنسبة للمنتخب التونسي لكرة الطائرة مازمناش نكونوا قاسين برشا مازمناش نكونوا هدامين المنتخب هذايا بنفس الجيل هو اللي كان بطل أفريقيا في اثنين مناسبات سابو أريفي في باركور متاع منتخب تونسي أنه يعمل أن فو با أكسيدون دو باركور ما نجمش معناها نكسروا اللي خدموا الكل واللي فرحنا به على توا كنا نسمع في التدخل معناها المنتخب فيه تقريبا اللي هما أبطال أحسن لاعبين في المباراة الأخيرة اللي خرجنا ضد الكامرون هما اثنين اللاعبين فقط اللي ما كانوش موجودين في المنتخب وما كانوش أبطال أفريقيا يعني شنو يعني الجيل هذايا يمكن فما اون لاسيتود صارت في الـ في الـ في الـ في الجروب مخذين كوب دافريك لكن الموتيفاسيون انترنسيك ما عادتش موجودة التحدي اللي كانوا احسن ملاعبيه في الماتش هم اللي ما خذوش بطوله افريقيا إيه هذه عقليه تونسيه سامحني نعم اي نعم هذه عقليه شوف ميسي تبارك الله الالقاب اللي خدمه يلعب كي كان خلى اليوم رونالدو سيلابيب منتخبات معناها متعدش دائما سيلابيب فو با كومباري لي زان كومبارابل ما نجموش نقارنوا احنا هذوكم سي تام موديل ان موديل تري بروفيسيونيل بعيد في تكوينه وفي عقليته علينا احنا احنا الرياضات الجماعيه تو باش نربطوا الفولي ببقيه الرياضات الجماعيه راهو سي تون سوسيتي سي تون كولتور دو سوسيتي لو تتذكر قبل انا تربيت في عائله رياضيه بابا كان المندوب الرياضي نحييه اللي هو صالح البياوي كان مندوب الرياضي للرياضه المدرسيه والجماعيه في ولايه سيدي بوزيد وانا كبرت ولد صغير مع بابا نتنقل من ولايه لولايه المهرجان الريال المهرجان الوطني للرياضات المدرسيه والجامعيه المهرجانات الاقليميه المهرجانات اقليميه ودخلات واللبس التقليدي نتاع كل الولايات ملتقى مهرجان وطني وكان هذاك الممول الاول والرئيسي لكل الرياضات في تونس وخرجت ابطال وخرجت معناها ابطال على مستوى عالمي صحيح حتى كان تو تخلي علاش مثلا فما بيرفورمانس بيه في الرياضات الفرديه وما عندناش في الـ في الـ في الكوليكتيف خلي كان سي با سيفيزون حتى في البطوله حتى في الابطال الفرديه رانا دو طون زون طون نسمعوا بواحد ولا اثنين ماناش ما عندناش كم هائل نتاع ابطال في الالعاب الفرديه يعدون على اصابع يعدون على اصابع يعني استثناء ما نجموش يكونوا تميز للرياضات الفرديه على حساب الرياضات الجماعيه ولو انه نصيف وكان يلقاو المساعده وكان يلقاو الاحاته وكان يلقاو الفلوس راهو على الاقل في كل رياضه عندنا زوز ثلاثه ابطال عنا المواهب عندنا الماده الخامه موجوده عند التوانسه وهو كذلك معني فهمت 100% 100% لا لا متفق معك 100% تبقى كيما حكيت لك حتى المسؤولين زاد مش يكونوا قاسين ياسر على المسؤولين تشوف من روحك تمول انت ومن تجتهد باش تاثث البرنامج نتاعك وتنجحوا داكوردو المسؤولين فما برشا مسؤولين زاد يجتهدوا في جامعات مختلفه كذا باش ينجحوا برامجهم مهمش الكلك اللي يحبوا على الكراسي والسلفي تفضل برشا من شوي لانه الاغلبيه وانا عشت في صلب مكتب جامعي وعرفت شنو من الداخل كل واحد كيفاش يخمم برشا من شوي 28 سنه ايضا معناها
كنت موجود في عديد الجامعات الرياضية كملحق إعلامي وتعاملت مع برشا. صدقني كما قال سي علي أغلبية تتلوج على المناصب وعلى الكراسي وعلى الرحلات، آخر همهم الرياضة. متفق معه. والمناصب في الهياكل الدولية تلقاه ساق في الجامعة التونسية وجامعة في الاتحاد العربي وساق سامحوني ويد في الاتحاد الأولمبي وحسيله. سي علي لحظة واحدة بربي باش ما ننساهاش الفكرة. راهو كلامك صحيح، أما إحنا توا لو ديبا هذا علاش هو دونك البوت باش نشوفوا اعطينا يا اخي نتكلموا في الحلول، ما نبقاش ندوروا ونحكيوا ديما هذاك راهو معناها لنهايه الدنيا. تحب الحل جذري ننظفوا ننظفوا جوستومون كيفاش الخطوه الاولى تعرف شنو هي الخطوه الاولى؟ ننساو اللي كا اللي تحكي عليهم ونركزوا مع 5% الباهين، نركزوا مع 10% الباهين. ايجا خويا نركزوا معاهم الناس هذوما الباهين، ايجا نقفوا معاهم ما فما 80% ايش نشجعوهم ايش نشجعوهم بشويه بشويه وايش نحاربوا البقيه؟ يعني كلمه حرب راه بيتم معنى الكلمه سي لوبينغ يتسمى معناها لازم الباهي يقف مع بعض. سامحني مش انا مانيش باش نكون نكملوا في الموضوع هذا. لا لا مانيش باش نكون سلبي، ما نحبش السلبيه، انا معاك في الايجابيه اللي تحدثت عليها الكل وبارك الله فيك، لكن انا هنا باش نحب نترحم على سي عامر حزم الله يرحمه وينعم. الله يرحمه وينعم. صحيح. علاش نترحم على سي عامر حزم؟ لانه رمز من رموز كرة القدم التونسية والرياضة صحيح. التونسية. وفي نفس الوقت وقت اللي نجبدوا سي عامر حزم نقولوا منتخب 71 هو اللي كان نواة 78 ومنتخب 71 هو وليد المنتخبات الجهوية اللي تكونت من قبلها مع منتخب بلغار اللي كانوا أسسوهم رموز من رموز الكرة التونسية اللي هو سي رشاد الحامي، سي عبد الرحمن بن عز الدين، سي حميد أدليب، سي عمار النحالي. هذوما كانوا مؤطرين في الكرة القدم التونسية. اليوم لما نلقى الرموز متاع كرة القدم التونسية بعاد على الجامعة وما همش هما اللي قاعدين يأطروا، ما همش هما قاعدين يوجهوا، ما همش كونوا هما قاعدين مستشارين صحاح. خمس علي الكعبي مستشار، سمحني مع احترامي علي الكعبي سميري وخويا وصاحبي، لكن ما يكونش مستشار. مختارت لي مستشار مع احترامي ليه زميلي وخويا، لكن ما يكونش مستشار زاد نفس الشيء. هذه نتحمل فيها المسؤوليه. وعلينا ما يكونش مستشار، فما ناس رموز في البلاد، رموز بنظافتهم، رموز بعقليتهم، وبرموز في تاريخهم. لكش ما يحبوش يخدموا يبعدوا على كنا نحكيوا عليه انا ونصيف. سي لبيب كما عملت انت هالاستوديو هذا واستدعيتنا احنا، هل يسمعونا ما يسمعوناش هذا موضوع اخر. حتى كان ما يسمعوناش يوصلوا له. المشكله شكون نهار عمل طاوله هكايه ولم الناس هذوما الكلهم باش يدرسوا وضعيه الرياضه في تونس وكره القدم والرياضات كلها. ما سمعتش حتى جامعة أنا علاش تو مانيش نتكلم سلبي ولا نكون راهو متشائم، بالعكس كما وقعنا سعليا بالضبط. لكن احنا عنا في البلاد هذه البلاد ولادة كفاءات في كل المجالات تبارك الله، مش في الرياضة فقط. بلادنا ولادة من الأبطال ولادة، علاش ما نقعدوش نلموا الناس هذوما الخبرات اللي هما عندهم وجهة نظر لتطوير الرياضات متاعنا في كل المجالات مش كان كرة القدم. صحيح. نلموا الناس ونسمعوهم وناخذوا الآراء. يا ولدي الدكتاتورية ما وصلت لحتى بلاصة، ما تجيش توصل في الرياضة. راي الرأي الواحد اليوم، قبل كان مدرب ويا الله مساعد مدرب، اليوم طاقم فني. علاش ما نكونش عندنا طاقم تدريبي؟ جماعة كرة القدم اليوم ما غير إدارة فنية بعد خروج صغير زويت. وحسب ما سمعت ذهولي باش يتم الاستغناء عن خطة مدير فني. هل يعقل؟ هل يعقل؟ أساس كرة القدم، أساس أي جامعة هو المدير الفني. إن شاء الله نبحثه في الموضوع. آخر مصادر تقولوا أنه باش يتم الاستغناء عن خطة مدير فني، مش فني فما مستشارين فما كيما المكلفك. مش معقولة، مش معقولة. يعني أنا نوخر بالتوالي ولا نقدم القدام؟ إحنا نطالبوا ممكن مستشارين على أعلى مستوى، مش نحيو المدير الفني. علاش نحيو المدير الفني؟ لأنه فما ناس تلعب في دور مدير الفني، هي تقوم بالدور متاع مدير الفني كما تقوم بالدور متاع المدرب. انا نسال سؤال ونتعدى. انا بدي مش نتعدى. اي المدرب الوطني سي جلال القادري
المساعد الاولاني معاه شكون؟ بومنيج. فما بومنيج وسليم. اي شكون الاولاني؟ اذا كان هو مش معقوله. مقاس توضيح الامر. اي مش معقوله غدوه لاي سبب كان سي جلال سعليه بعد خرجت مع الموضوع، لكن هذا يعطينا مثال في بقيه الجامعات. كنا نسمع في المدير الفني نتاع الجامعه نتاع الطايره باهي، وين تصريح نتاع المدرب زاد انطونيو جاكوب؟ اي المفروض يصرح بعد المدرب بعد المباراه. اكيد راهو صرح، ما احنا اخترنا النقطه الخاصه بالتاهل معاك. احنا نحكي ونقولوا ان شاء الله هادي باش يعطينا التحليل. اما نفس نرجع لك سي علي الغالب، رغم حليل الحديث ذو شجون معاكم في الموضوع هذا، كي تقول لي انت شكون المدرب المساعد الاول الجلال القادري، لهنا ترجع للنفسيه والعقليه نتاع التونسي، لانه يعني الجامعه ولا الجامعات الرياضيه ولا المسؤولين ولاو يتجنبوا على خاطر صارت قبل المساعد الاول يولي مدرب وطني، والمحل واللي في التحليل الارقام والاحصائيات يولي مدرب مساعد، وتولي حتى في النوادي نتاعنا تلقى مشكله كبيره بالنسبه للمساعد. والله قال ما نحبوش بعضنا سي علي، ما نحبش الخير سي علي. انا كي تسمى سي علي مدرب اول مساعد انا نغير منه، انا اللي يلزمني نحفي علاش انا المساعد الثاني، علاش انا ما نكونش الاولاني؟ علاش قلت لك انا راني مانيش متشائم، ولكن هذا واقعنا، هذا مجتمعنا، هذه تونس. وقتاش نتغيروا؟ وقتاش كي نغيروا ما في قلوبنا؟ شوف انا نقول مثلا معناها سا شونج كوا، معناها شنو اللي باش يتبدل؟ كان نعرفوا احنا شكون المساعد الاول ولا المساعد الثاني. دونك هما فما عندهم كيما نقولوا احنا روح المجموعه، احنا هم فاهمين، هم عارفين. نعطيك بالي اكزامبل قبل ما ننسى. تفضل. انت مش خدمت مع سي فتحي جبال؟ سي فتحي جبال خدمت مع قداش قعدتوا مع بعضكم؟ موسم وحيد خدمت. ما خدتش شفت انا مجموعه تبارك الله تحب بعضها؟ لا اجي نقول لك احنا الموسم هذا انا معناها انا خدمت مع سي فتحي موسم واحد اللي خذيت فيه خذينا فيه في البطوله التاريخيه فقط، هذاك الموسم الوحيد اللي خدمت فيه مع سي فتحي. الستاف نتاعو ذولي الستاف نتاعو 6 سنوات. نعم وهو كذلك، خاصه المعد البدني سي ناجح صغير. معناها المجموعه تنجم راهي تنجح كي كان يحبوا بعضهم. متفق معاك، انا نحكي لك مثلا تو على ليكيب ناسيونال مثلا، انا متاكد يقين اللي هم راهم بينات بعضهم عارفين لي تاش. علاش نقول لك الكلام هذا؟ خاطر انا نعرف شخص جلال القادري، راهو قطع النظر على كل شيء. جلال القادري انسان مينيسيو، معناها دقيق جدا، مغروم جدا من ايام زمان، يحب خدمته على الاخر. ما نصورش انه جلال القادري على رأس المنتخب التونسي اليوم معناه مش محدد ليتاش متاع علي بومنيجل ومتاع سليم بن عاشور ومتاع هشام غزية ومتاع الأولاد المبروكي الأولاد الكل. احنا لكن راهو كلامك صحيح، راهو كلامك صحيح يا لبيب، في برشا نوادي تونسية وفي وعقلية تونسية، البريباراتور فيزيك يولي يحب انترينور اش بيه مش انا، الاناليست يولي يحب يولي انترينير اش بيه مش انا، الكيني كيف كيف اش معنى الاول انا الثاني اش بيه عمل على الاخر يعطيك الصح في الاداره التونسيه اش بيه الاخر ولا مسؤول عليا وانا ما نوليش مسؤول لا خبره ولا امكانيات ولا كفاءه، الكل موجود. انا هذا عشت سنوات، انا مدرب اول ونهز معايا في الناس يخدموا عندي تو 11 سنه مدرب اول على مستوى عالي، معنى كلها فرق ممتازه في دوريات الخليج العربي كامل، حتى في تونس بنزرت وستاتونيزيا نعيش فيه. هذه الخبز اليومي، الخبز اليومي تهزه معاك مثلا تحل باب رزق يخدم على روحه وكذا يدور عليك تبمبي الكورة سير بلاس تولي حكاية أخرى. هذا موجود نصيف كل صراحة، موجود خوي موجود، هذا يا راه موجود موجود. تقولوا لبيب اش بيه متشائم؟ انا عايشين نحن في وسطكم، نحن اي هذا وقعنا سي علي. التوانسة قولوها نحن ديما، علاش قولوا فيها ديما في التراكن خايبين مع بعضنا ما نحبوش بعضنا صحيح، رغم القلة وعنا راوك التضامن وناس قلوبها معناها طيبة وناس فما التآزر وفما وقت الأزمات لا قدر الله نحسوا التونسي فما تكافل، ولكن راهو في القلب اما برشا لا غالب حسد بغض، حبوا بعضنا يلزمنا
التوانسه راهو نجموا ريت بلادنا غنيه بالموارد البشريه وايضا بالخيرات الطبيعيه. تبارك الله، انا مره في نقل المباراه وقتها في كان نتاع مصر قلت ربي اعطانا كل شيء بكمال، واللي ما عنديش برشا بلدان اعطانا البحر، اعطانا الجبل، اعطانا الصحراء. انا فما بلدان فيها تلقى يا جبل يا بحر يا صحراء، اعطانا الزيتون، اعطانا النخيل اللي هو التمر، اعطانا الفوسفات. ايش تحبوا معناها المناخ تبدل توا عالميه ذيك، اعطانا الفصول الاربعه، راهي بلادنا فيها كل شيء الحمد لله، حاجه بركه مفقود العنصر البشري اللي يخمم كل واحد في مصلحته. باه خلينا نخمموا شويه في المستمعين، نسمعوهم اغنيه وبعد تو نرجع.